اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، وأنه إن لم يبلغ ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها، أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد. قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. وقال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا. باب ما جاء في الكنز. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك. باب صدقة الماشية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كل ما ذكرت وذكر الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكرهم الغافلون. الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء السمحاء الكريمة وبيانها على لسان عبده المجتبى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار على سبيله واتبع هديه وتقويمه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين خص وهبهم المولى سبحانه وتعالى تفضيله وتخصيصه وتكريمه وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى في المهذب ذكر الأحاديث المتعلقة بالزكاة ويتكلم على زكاة العروض التي هي جمع عرض وهو اسم لما قابل النقدين من صنوف الأموال يقال له عرض كما يطلق العرض أيضا على ما يقابل الطول. قال تعالى عرضها السماوات والأرض. وأما العرض فيطلق على ما قابل النصل في السهام وأما العرض فمحل المدح والذم وأما العرض فما قابل الجوهر الجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره. وقد يطلق العرض أيضا على ما على مطلق المالي قل أو كثر. وهذا الذي يذكر في زكاة التجارة العروض جمع عرض وهو البضاعة التي تعرض للبيع والعرض كما سمعنا ما قابل النقدين يعني البضاعات غير النقدين من أنفسنا في البضاعات الأخرى قال لها عرض كفلس ويقال له فلوس وجمع على عروض عرض وعروض. وهكذا بالنسبة للتجارة تجب الزكاة عند الجمهور في على كل متجر في المال الذي عنده من النقود وفي العروض المعدة للبيع التي اشتراها من أجل أن يبيعها فيكسب بها ربحا والمراد قيمتها يقومها مع النقد الموجود ثم يخرج ربع العشر. فالعروض التي يراد بها التجارة إذا جاء الحول على بداية تجارته وجب عليه أن يقومها ويخرج زكاتها وعليه جمهور أهل العلم. وما يذكر عن الإمام مالك أنه لا زكاة في العروض فقد تكون رواية عنه وإلا فالمروية عنه أيضا موافقة للجمهور في وجوب صدقة التجارة على النقود وعلى العروض. اللهم صل على محمد وعلى آله. ومما استدلوا به على الزكاة في العروض قول الحق خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والمال عام في كل ما على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه فيدخل في هذه العروض التي أعدت للتجارة. وهكذا يأتينا في كتاب عمر بن عبد العزيز وأخذ الزكاة من العروض وما كان يكتب عمر بن عبد العزيز بالكتب إلى عماله بمثل هذه المسائل إلا بعد استشارة
علماء الزمان ومن استفاهم من أكابر الموجودين في عصره من العلماء وبعد الاستخارة ويحكم بذلك ويقضي ويكتب، فما كان يستقل بالبعث في الأوامر المتعلقة بالواجبات في الشريعة إلا بعد استشارة العلماء. وهكذا وقد صح أيضا عن سيدنا عمر بن الخطاب أخذه الزكاة من عروض التجارة، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا سمرة بن جندب كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وهكذا يقول جمهور أهل العلم تجب زكاة عروض التجارة، ونقل عنه الإمام مالك عمل أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم، فذلك ما أشرنا أنه ثبت عن عمر وابن عمر ولم يذكر لهم خلاف من الصحابة. وهكذا جاء عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وفي اختلاف في وجوب زكاة العروض و المتعلقة بالتجارة، ولكن المروي عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة أنه تلزم الزكاة في مال التجارة نقدا وعرضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد جاء عند الحاكم في المستدرك قول أبي ذر يرفع النبي صلى الله عليه وسلم: في الإبل صدقتها وفي البز صدقاتها، وسروا في البز بالثياب، وإنما هي ما هو مجرد ثياب، يعني ثياب معدة للبيع، فهي دليل على دخول عروض التجارة في وجوب الزكاة. فيحدث سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن زريق، وكان زريق على جواز مصر، يعني الطريق للدخول إلى مصر، في موضع يؤخذ منهم الزكاة فيه، معنى الجواز كانوا يطلقون مسألة الجواز على صك المسافر. قال: في زمان الوليد بن عبد الملك بن مروان الذي تولى من العام 86 من الهجرة وإلى العام 96، وسليمان يعني بن عبد الملك بن مروان الذي تولى من عام 97 إلى العام كم؟ عام 96 إلى عام 99 توفي، وعمر بن عبد العزيز هذا سادس الخلفاء الراشدين، تقدم قبله سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن، فكان سادس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يمكث في الخلافة إلا سنتين وخمسة أشهر وأيام. كتب إليه: انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم، يعني أموالهم الظاهرة، وخذ مما ظهر من أموالهم، وجاء عن أبي حنيفة
أن من نصبه الإمام على الطريق للمسافرين ليأخذ الصدقات من التجار المارين عليه يأخذ بأموالهم الظاهرة قال والباطنة. فإن مال الزكاة نوعان، نوع ظاهر مثل المواشي وما يمر به التاجر على من يرقب أخذ الزكاة، قال وباطن وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها. وأنه أراد بالباطنة ما عدا المواشي. لأنها قد تخفى من شيء من الدرهم. وعلى كل حال هو مصدق صاحب المال فيما عنده، وعلى منصوب الإمام أن يأخذ منه ما أظهره له. قال مما يديرون به من التجارات، مما يديرون به من التجارات، فهذا يشمل العروض وغيرها، من كل 40 دينارا، دينارا يعني يأخذ دينارا من كل 40 دينار وهو ربع العشر، وهذا القدر الواجب في إخراج الزكاة على المسلمين. فيخرج الزكاة من النقد الموجود عنده للتجارة ومن العروض، أي من قيمة العروض الموجودة عنده. ويرى بعض العلم أنه مخير بين أن يخرج من قيمتها أو من عين العروض الموجودة. وهذا أيضا قول أبي حنيفة، ويروى قولا عند الشافعية، والمعتمد عندهم أنه تقوم عروض التجارة ويضاف إليها النقد الموجود، وكذلك ما له في ذمة غير من دين، فيجمع الجميع ويخرج ربع العشر، فيحسب الديون التي له لأنه يملكها في ذمة الغير، ويحسب العروض التي عنده فيقومها، ويحسب النقود الموجودة عنده وسط التجارة فيضمها إلى قيمة العروض وإلى مقدار ما له من الدين، يجمع الجميع فيخرج ربع عشرها. فواجب على كل تاجر إذا حال عليه الحول أن يحسب قيمة العروض الموجودة عنده بسعرها الحاضر وقت حول الحول، لا عبرة بأنه اشتراها بأغلى أو أقل، العبرة بثمنها الآن وقت ما يحول الحول، كم تأتي هذه البضاعة بكم وهذه بكم، فاحسب كم معك من النقود المتعلقة بالتجارة وكم لك من الدين عند المدينين عند الناس، فاحسب الجميع فخرج من مجموع الجميع ربع العشر، العبرون عنه 2.5% من كل 40 دينارا، دينارا ربع العشر، فربع فالعشر 40 4 وربع 4 1، فمن كل 40 دينارا دينار فهو ربع العشر، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا. ما نقص الدين الذي له وقيمة البضاعة التي معه والدراهم التي والنقد الذي في يده مجموعه نقص عن 20 دينار مقدار 1/3 دينار، فدعها ولا تأخذ منها شيئا لأنها دون النصاب، أقل من النصاب، إنما تلزم الزكاة في التجارة إذا بلغت نصابا وهي 20 مثقالا. لكن المعنى أنه إذا نقص عن النصاب أقل من 1/3 فلا يحسب ويؤخذ الزكاة، فإن نقص عن النصاب 1/3 دينار فأكثر خلاص لم تلزم الزكاة صاحبها. إذا نقصت أقل من 1/3 دينار تجب فيها الزكاة، وإذا
فإذا نقصت أكثر من ثلث دينار فأكثر فلا زكاة فيها، هذا مذهب عمر بن عبد العزيز. إذا نقصت أقل من ثلث دينار الزكاة فيها، ولكن رد بعضهم هذا وقالوا ما كان هذا مراد عمر بن عبد العزيز، وإنما مثل بالثلث، يعني إذا نقصت عن النصاب بأدنى شيء ولو مقدار الثلث فلا تأخذ زكاة. أيضا ما أقل من الثلث مثل الثلث إذا نقصت عن الزكاة، كما هو رأي الجمهور أهل العلم أنه إذا نقصت عن النصاب بأدنى نقص خلص سقط وجوب الزكاة، وبقي الأمر إلى صاحب التجارة إن أراد أن يزكي تطوعا من عنده كان أبرك له، وإلا فلا شيء عليه. قال ومن مر بك من أهل الذمة أصحاب العهد والأمان والضمان فخذ من غير مسلمين، هؤلاء فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، وذلك نصف العشر. وبهذا يقول الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد أنه يؤخذ من الذمي نصف العشر. وجاء في الرسالة عن الإمام مالك عليه الرحمة أنه يؤخذ ممن اتجر من أهل ذمة عشر ثمن ما يبيعونه. وجاء أيضا في الموطأ يؤخذ من أهل الذمة مما اختلفوا فيه للتجارة نصف العشر لكل سنة كما قاله أبو حنيفة وأحمد. وجاء أن يؤخذ من أهل ذمة من مغرب التجارة نصف العشور لكل سنة، ومن أهل الحرب إذا دخلوا بأمان العشور. كذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر زياد بن حدير وأنس بن مالك حين بعثهما على الكوفة والبصرة، وهو قول أبي حنيفة. في إذن التفصيل كذلك عند الشافعية. فإن كان من التجار الذميين فيؤخذ نصف العشر لكل سنة، وإن كان من أهل الحرب الذين دخلوا بأمان فيؤخذ منهم العشر، يسمح لهم بالتجارة في أمان المسلمين ثم يؤخذ منهم العشر إلى بيت المال، إلى بيت المال. فهذا مأخوذ من أهل الذمة على وصف الجزية أو على وصف ما اتفقوا عليه في الذمة أو متفق عليه للمؤمن منهم الذي يدخله، وهو من الكفار الحربيين ولكنه تاجر ما يقاتل ويتجر في شيء يحتاجه المسلمون يورد إلى أماكنهم، فيمكن للإمام أن يسمح له بأن يدخل بتجارته وإن كان من قوم محاربين، فيدخل يبيع الحاجات للناس إذا احتاج المسلمون لذلك ويؤخذ منه العشر بالاتفاق معه على تأمينه والسماح له بالدخول في أراضي المسلمين. وجاء في معجم الطبراني عن سيدنا أنس بن مالك قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين في كل 40 درهما درهم، في أموال أهل الذمة في 20 درهما درهم، في أموال من لا ذمة له في كل 10 دراهم درهم. فدل هذا على التفصيل الذي ذهب إليه أكثر الأئمة أنه يؤخذ من زكاة هذا المسلم، زكاة من غير المسلم ليس زكاة، ولكنه من الجباية والجزية والاتفاق في السماح له في التجارة،
فيؤخذ من الذمي نصف العشر، ومن غير الذمي ممن لا ذمة له من الحربيين الذين دخلوا للتجارة بأمان العشر، من الذمي نصف العشر، وزكاة على المسلم ربع العشر، كما دل عليه حديث الطبراني هذا المسلم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين في كل 40 درهم درهم، هذه زكاة، في أموال أهل الذمة في 20 درهم درهم، وهذا اتفاق بينه وبين الحاكم. وفي أموال من الذمة في كل 10 دراهم درهم كذلك. نعم. وجاء أيضا عن زياد بن حدير قال: بعثني عمر بن الخطاب إلى عين التمر مصدقا، فأمرني أن أخذ المسلمين في أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر. وهكذا رواه أبو عبيد في كتاب الأموال. وعن أنس بن مالك يقول: لما بعث أنس بن سيرين على إلى ثم قال له أخرج، فقال فأخرج له كتابا من عمر بن الخطاب: خذ من المسلمين من كل 40 درهما درهم، ومن أهل الذمة من كل 20 درهم درهم، ومن لا ذمة له من كل 10 درهم، من كل 10 درهم درهم. وهكذا، ويكون هذا بمحضر الصحابة، فكان داخل في ما يسمى بالإجماع السكوتي. ففرض هذا سيدنا عمر بن الخطاب، لم ينتقد عليه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن أمر ظاهر. و قال: فما نقصف بحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير. يقول أن عمر بن عبد العزيز نصاب عنده 10 دنانير. نصاب من؟ نصاب هذا غير المسلم هذا كافر. و الجمهور على أن النصاب واحد، إذا بلغ المال مقدار 20 مثقالا 20 دينارا فهو النصاب، سواء كان مسلما أو كافرا. فإن نقصت ثلث دينار فدعا ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا، يعني من شأن براءة لمتهم إلى مثله من الحول ما عاد يؤخذ منهم شيء، فإن الزكاة مرة في السنة، وكذلك هذا المفروض على التجار من أهل الذمة والحربيين. وهكذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، لا يؤخذ عليهم في العام الواحد إلا مرة، هذا عشور أهل الذمة. وفصل في ذلك الحنفية بعض التفصيل. ويقول الإمام مالك: كل مرة يمرون على المكان يؤخذ مما عندهم. قال مالك: هنا الأمر عندنا فيما يدار من عروض الجهاد، أن الرجل إذا صدق، يعني أخرج زكاته وصدقة ماله، صدق أن أخرج الزكاة ثم اشترى به أي بماله عرضا، عرضا بزا يعني ثيابا أو رقيقا أو ما شابه ذلك من الأمتعة، يعني ما دام ينوي التجارة، ثم باعه ما اشترى قبل أن يحول على الحول من يوم أخرج زكاته، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة، لأنه قد أدى زكاته مرة، ولا زكاة في السنة مرتين حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، يعني أخرج زكاته.
وأنه من لم يبع ذلك العرض سنين لم تجب عليه في شيء من العرض زكاة، وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة. هذا مذهب الإمام مالك. قال الجمهور ما دام معد للتجارة فعليه في كل سنة زكاة، باع ولم يبع، اشترى أحد منه عده ولم يشتري، ما دام أعده من أجل الزكاة فإذا مر عليه الحول والسنة وجب عليه إخراج الزكاة، هكذا يقول جمهور أهل العلم. ومذهب مالك أنه إذا لم يبع ولم يتصرف فيه فلا يزكي حتى يبيع، فإذا باع خرج زكاة سنة واحدة. قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيع أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها، خلافا لقول الجمهور أن في كل سنة يقوم ويؤدى زكاة. قال ما بتعب تعمل أنت نويتك تبيع للتجارة خلاص الزكاة لازمة عليك. قال هذه ثالث سنة ما بتعب، ثالث سنة بتعب ثمنه وخرج زكاته حتى 10 سنين 20 سنة، ما دام نيتك البيع فهو مال معدود للتجارة تلزم فيه الزكاة. ومذهب الإمام مالك أنه تلزم فيه زكاة سنة واحدة عند بيعه. قال إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد، والحصاد يحصد الرجل من أرضه ولا مثل الجداد يعني قطع الثمار من أصولها مثل النخل، يعني الذي اشترى من الحبوب الثمار للتجارة عند الإمام مالك لا يجب فيهما الزكاة عند الأخذ مع بل بعد الحول كأموال التجارة، بخلاف العشور فيما يخرجه الأرض ما شيء له دخل في الحول هذا، وآتوا حقه يوم حصد اليوم اللي تحصد فيه تخرج الزكاة. قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض، يعني ما يتحول كله إلى نقد، وينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، ما ينض مقدار نصاب من النقود ده يكثر بيعه، فكل ما يجي مشتري يبيعه يشتري بثمن مال آخر توفيه، ولا ينتظر سوق نفاق يبيع فيه ولا يبيع ولا سوق كساد يشتري فيه، هذا فإنه قال يجعل له لمال شهرا من السنة معينة يقوم من التقويم فيه ما كان عنده من عرض التجارة بقيمة عدل، يقومها بقيمتها وقت التسليم. فإن اشتراها أيضا بغير النقد فيقومها بالنقد الغالب في البلد على كل حال. فإذا قال بعض العلم يقومها بما هو أنفع للفقراء، وخير أبو حنيفة المالك في التقويم بما شاء من النقدين، وقيل يقومها بما اشترى، والمعتمد عند الشافعية وعدد من أهل العلم أنه يقومها في وقت لا في وقت وجوب الزكاة بالنقد الغالب في البلد بما بالثمن الذي يلغب به في ذلك الوقت، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد من ذهب وفضة، فإذا بلغ ذلك كله مجموع ما عنده من الأمتعة والنقد ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه.
وهو كذلك عند الأئمة، إلا أنهم لم يفرقوا بين أن يكون محتكرا له أو يديره، فإذا جاء الحول قومه وأخرج الزكاة. وهكذا قالوا بضم قيمة العروض إلى النقدين، عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة يكمل بنصابه، وهذا عليه عامة أهل العلم. وهل يضم أيضا الذهب الفضة والفضة إلى الذهب بأن كان له من الذهب دون النصاب ومن الفضة دون النصاب، لكن لو جمعناهما لتم النصاب. كذلك يقول الجمهور أنه يضم، قال إمام أحمد ما يضم ذهب إلى فضة والفضة إلى الذهب، وتوقف في ذلك. أيوة. و لا يضم نسبه من أقوال الشافعية، ليس في مثل خمس واق فضة، فاجعلهما مالان مختلفا مثل إبل وغنم، كل واحد دون النصاب، لكن قيمة الغنم بتجيب جمل بيكمل به النصاب مثلا، أو قيمة لا أو قيمة الثلاثة الجمال اللي عنده والأربعة بتجيب من الغنم ما يكمل الأربعين، لا يضم هذا إلى هذا. فكذلك قالوا في الذهب والفضة، لكن القول الثاني أنه يضم هذا إلى هذا وإن كان ذهب وفضة، كما قال به الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والأوزاعي. قال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام، يعني ما يتكرر الزكاة بتكرر النماء، فإذا ربح في السنة عدة مرات فلا يكون في كل ما يربح زكاة، ولكن في السنة مرة واحدة عند حول الحول تجر فيه ولم يتجروا. وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة: إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة، وليس عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم، وإن خرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم. ثم يتكلم على الكنز، جعلنا الله من مؤدي الزكاة على وجه المحب ومقيم الصلاة على وجه الأحب الأطيب، ورقانا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مراقي أهل الخشية والإنابة وأهل الاستقامة وأهل الصدق معه في جميع الأحوال، ووقانا شرور نفوسنا وسيتعمل، واجعلنا ممن وقاهم شح أنفسهم فأفلحوا، ووهبهم واسع الإفضال فربحوا، وأمدهم بالتأييد والنصرة فنجحوا. اللهم وفر حظنا من مننك الكبيرة، وسر بنا في أقوم سيرة، جعلنا من عابديك والداعين إليك على بصيرة منيرة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد سيدها الحضيرة. بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.